نعم ديانا، نحن موجودين حاليا بفامي سانت إلي بصيدا بمنطقة عبرة. يعني طبعا نحن كنا عم نشوف حالات إنسانية كثيرة بقلب المدينة. اليوم قررت أشوف فيني اقول يعني بيت فرح، دار طبعا عم بي يكون في موجودين فيها هؤلاء المسنين الجميلين جدا قلبا وقالبا. يعني نحن في هذا الدار فامي سانت إلي حدنا ايضا الاب سمير نهرة، وايضا يعني المسؤوله عن هذا الدار، واللي دائما بتكون موجوده امام يعني الكبار السن لوريس كمان، يلي حتخبرنا شو بحاجة هذا الدار. ويعني كنا عم نحكي نحن وياها شوي تحت الهواء، كانت عم بتقلي يعني تقريبا موجود 47 حالة، حتخبرنا أكثر. تفضلي عدي لنتحدث نحن وياكي أكثر. أول شيء يعطيكي ألف عافية. يعني نحن بنعرف بهالأيام الصعبة اللي عم نعيشها في ناس بتكون قادرة يمكن أكثر تقدم، في ناس هلأ خف المساعدات يلي عم بتقدمها، وأنتو هون لحالكم ما فيكن تكفوا لحالكن، عندك ناس كبار بالعمر عم تهتمي فيهم، خبرينا أكثر شوي. عندي ناس أكيد مسنين، يعني في ناس عندهم أهالي أكيد، وعندي ناس حطولي هن ما عندهم حدا، نحن عم نهتم فيهم. يعني رسالتنا هون انه كمان لكل انسان ما عنده اهل نحن بنكون اهله، كرمال هيك مسمينا فامي سانت إلي، يعني مسمينا عائله، انه حقيقه عايشين بعائله كمان. فهلا اذا عم تقولي لي على المساعدات، انه كل سنه كنا نحس بفرح بميلاد تلاقي هالشبيبه هالجمعيات هالاخويات كلها مثلا تجي لعنا، بس السنه يعني قلنا من حوالي سنه لهلا صدقيني يمكن الحاله اللي عم نعيشها هالظروف الاقتصادية أو المادية العسيرة يعني عم نعيشها، وهلأ الوضع أصعب بكتير بكتير، فاتكلنا على الله. نعم اتكلنا على الله، ما فيني أقول لك أكثر من هيك. لا تقولي لي بشو مثلا بحاجة، بقول لك كل شيء كل شيء، يعني مش ما قادرين يعني أكثر من شو بقولوا الأكل والشرب وهيك، بس إنه نفنتظر مثلا مثل كل سنة إنه نعمل لهم هالأعياد أو كذا، السنة أبدا. كم شاب عندك؟ عندي شي 15 هلا هون 15 ايه. اوكي شو بحاجه يعني لكل العالم يلي هلا عم تحضرنا، شو بحاجه هذا الدار ليضل عايش، ليضلك عم تستقبلي حالات ويضلن بهالنظافه ويضلن بهالفرحه اذا فينا نقول يلي هن فيها، لنضلنا نحن محافظين على المستوى تبع هالدار، شو بحاجه؟ شو بدي اقول لك بقى، انه شو بحاجه؟ بقول لك مازوت مثلا عم بكلفني بلوي، انه وخصوصا هلا انه طلعت اسعاره يعني وهيك ما عم بلحق كتدفئه كاضاءه كهيدا. شو بدي لك مواد غذائيه، ما فيني خبرك شو غليت علينا عن جد. شو بدي اقول لك، الثياب مثلا كمان يمكن اللي عندهم اولاد وهيك بيامنوا لهم شوي، بس الباقيين ابدا. كم شخص تقريبا متروك كليا؟ يعني انت بتهتمي فيهم دقائق زاد؟ عندي شيء 20 اوكي، بين 22 و20 شخص. ايه نعم، والبقايا بيقدموا لهم يعني قصص صغيره يعني او اولاد ايه بيهتموا فيهم بيطلوا عليهم مثلا بنقول لهم ناقصهم هيك بيجيبوا لهم، اما الباقيين لا لا نعم لا لا نعم. حتى يعني اذا بدهم يعني بيستحلوا يشتروا كيس شيبس او بتعرفي الختيار بصير بيحب هالاشياء، ما في يعني نحن بنصير نعطيهم هيك. نعم يعني نحن بحاجة لمواد غذائية لقصص أولية مثل المازوت وغيرها، فرش إذا في فرش عنده حدا فرش مرتب وهيك كمان بحاجة لإلها. نعم. حرامات بيجامات لإلهم كمان بتمنى. أوكي. بتمنى. طيب خلينا نترك قبل ما يعني هلا او بالاخر قبل ما هيدا بنترك رقم التليفون لكل العالم هلا اللي عم تحضرنا تقدر تساعد. عندنا هون فنانين صح؟ شو مين بدك، مين كان بده يقول شعر ويغني؟ بدي غني. شو بدك تقول شعر كنت؟ قلت لك عني. شو؟ قل لي. مريت من حدي قبل الصباح ولقيت البيها من وجالح، خدير بنية سمرة الثاح، صدرة حديقة وجنة وصالونة. خدير بنية سمرة الثاح، صدرة خاطئة وجنة وصالونة. يا
وانت كمان شو كنت بدك تقول لي؟ قولوا لي الاسمراني احلى يا الابيضاني، مين بدي اعطي قلبي للاول او للثاني؟ الاول خلاني محتار عم بيكوي لي روحي بنار، والثاني علي بغار مش عم بيقدر ينساني. الله. كمان ايضا بين طبعا هالحالات المميزه يعطيك العافيه يا عم. اهلين. انا مبسوط كثير هوني بوجود الست لوريس المسؤوله، انا عائلتي كلها في اللي امريكا، انا وحدي كنت بالبيت، اجوا لي اعصابي بالليل ضربوني، سكرت البيت، اجت اخت اخذت المفتاح معك خلتني اطلع اقعد بالبيت، جيت قعدت ضبطني الست لوريس، وهي عم تصرف علي كل شيء كل شيء، وبالحق مصروف كبير هوني، بس بدها شوية مساعدة من برا الدولة، حدا يساعدها يعني. عم تضب المقطيع كثير، هي طب تحتاني متلين مرة وفوق، وهذا في مصروف قوي هوني. يعني هلا بتطلب من اللي عم بيشوفونا على شاشة الام تي في يساعدوها لمدام لوريس لتضلكم قادرين عايشين بمستوى معين هون، صح؟ استمت لي انا اذا بدي اظهر لبرا ما عنديش بيت، هي ضبطني وعم تدفع عني المصروف وكل شيء. الله يطول بعمره، وهيك بنقول لك وعقبال كل سنه نشوفكم هون بخير، نحن طيبين كمان. ان شاء الله بتضلك، الله يطول بعمرك يا رب يا عم. بير سمير نهره، يعني حضرتك كمان هون الاب الروحي لكل هالحالات الموجوده، كل هالاشخاص الطيبين هون. نحن بصراحه يعني اول شيء انا بدي اشكركم من كل قلبي انه بهالظرف هيدا انتم يمكن مش لازم تكونوا هون، لكن انتم هون، هيدي شغله كثير كبيره. قديش بدنا نشكركم الحي انه فكرتوا بمؤسسه انسانيه بالوقت اللي الوضع اللي عم بنعيشه اليوم السياسي، ان شاء الله يا رب ينتهي بسلامه، يمكن كان لازم تكونوا هونيك. معناتها هالحس الانساني اللي موجود عندكم فعلا هو جواب على نداءنا نحن وعلى الحس اللي نحن عم نعيشه كمان. طبعا نحن اليوم بهمنا كرامه الانسان، الإنسان المتروك من حقه أنه يعيش. اليوم في كتير بهالكبار بالعمر وليلهم تركوا، يمكن راحوا على الهجرة أو عندهم عائلات صغيرة أو بلا عائلات أو أساساً ما تزوجوا، وأنا بحق لنا إطلاقاً نحن أن يكونوا بالطرقات. نحن كان الهدف تبعنا لما نحن قررنا مع سيادة المطران ومع الست لوريس خاصة أنه لازم يكون في مؤسسة تهتم بالإنسان، يعني هو كانت نتيجة هالواقع هيدا، وبعتقد هيدا أول مؤسسة هلأ نية لأننا نحن بهالأبرشية بهالمنطقة تحديدا يعني. فنشكر الرب على هالنعمة اللي ونحن فرحانين، يعني بعملنا فرحانين كتير كتير. بدي أذكر شغلة كتير مهمة، أنه هذا المكان ما بيعرف طائفة ولا دين ولا مذهب، هيدا المكان فيه من كل الأديان ومن كل الطوائف ومن كل المذاهب موجودين بهيدا الدار يلي عم نشوفه. حنبرم أيضا شوي بالكاميرا نفوت لجوا بهيدا الظرف الصعب. هبة بس يعني أنا حابة بلغي هول العالم خبر. يلي نحنا نعم حابة بلغك خبر بتمنى أنه نتنقليه كمان للمسؤولين عن هذا المبنى. نعم تفضلي. تبلغنا من سعادة سفير أكيد. دولة الإمارات حمد الشامسي منذ قليل أبلغنا بأنه سيقدم العون والمساعدة من إعادة تأهيل لهذا المبنى، وأيضا من تقديم الغذاء وكل ما يتطلبه هذا المبنى لمساعدة جميع الأشخاص الموجودين والذين يعانون في هذا المبنى. طبعا كل الشكر لدولة الإمارات، كل الشكر لسعادة سفير دولة الإمارات حمد الشامسي ليعودنا دائما على تقديم المساعدات للبنان ودعم الحالات الإنسانية. نعم بتمنى عليك تنقلي لهم هذا الخبر هبة.
يعني خبر منه جديد على 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 دولة الإمارات وعلى دولة وعلى سعادة السفير الدكتور حمد الشامسي. مثل ما قلت ديانا الخبر بدي أنقل لكم إياه بكل فرح، ما فيك تتخيل الفرحة على وجه مدام لوريس وعلى وجه أبونا. تكفل دولة الإمارات بإعادة تأهيل هذا المبنى وتقديم العون، مواد غذائية وغيرها. عم يرقصوا في فرح، في رقصة، مش عم تفهموا ديانا شو عم بيصير هون. سعادة دولة السفير يعني سعادة السفير الدكتور حمد الشامسي بيتشكروك كتير وعم يبكوا من الفرحة، وأكيد حيكون له زيارة على هالمبنى يعني قبل ما أكيد يعني وقت ما يبلش يساعد. تفضل. عنده ثلاث بنات حلوين من الجمالات. نعم. ليش ضرب ما يلحقش السكربينات. الأولى قامت بالعايضة، تاني بدها برنيطة، قال له ضحكن يا بي ما معي غير حق الخبزين. شكرا. سعادة يعني أبونا دمعة بعينك، شو بدك تقول لسعادة السفير؟ يعني بقعد بفكر بقول إنه دولتنا وين اليوم؟ وين دولتنا؟ إنه اليوم نحن يعني اليوم بدي ما نطلع بالإنسان بشو عم نطلع نحن؟ نطلع بجيبنا؟ الغنى اليوم ببلادنا ما تتصور قديش في غنى. اليوم عم يحكوا عن الفساد، نعم في فساد، في فساد، نعم في فساد. وين الإنسان؟ خلينا نقول نحن بدنا نوقف قدام ربنا. بقى بترجاكم أنا عم طالب اليوم الدولة اللبنانية إنه اليوم دولة الإمارات مشكورة 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 من كل قلبنا، بنصلي لها وبنشكرها من كل قلبنا لسعادة السفيرة إنه هالقد مأخود السفير. سعادة السفير مأخود إنه بهيك لما عمال بشوف هالمؤسسة، لما عم بشوف هالإنسان المحروم، هالإنسان الختيار المتروك، هالقد عم يتطلع فيه. شكرا لإله من كل قلبنا أكيد. بدي أقول خبر بس شغلة، كانت لوريس عم بتقلي تحت الهوى نحن يمكن 3 أشهر ونسكر أو 4 أشهر، وما عارفة كيف كانت بدها تزف هيدا الخبر التعيس للرجال الكبار بالعمر يلي موجودين. تفضلي معلي بكي فرح هيدا، تعي لحدنا. شو بدك تقولي؟ شو بدي أقول؟ عن جد الفرحة مش ساعدني، كنت عم صلي اليوم من قلبي بقول له يا رب انه انت زرعتها لهالمؤسسة وانت اصطفل فيها، ايدك يلي بنتها مش نحنا بس واسطة، وانت اصطفل فيها لانه عن جد عم نمر بظروف كتير 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 ضيقة وقوية. وانا بشكر سعادة السفير وانا بعرفه. مين ما بيعرفه؟ عن جد قعدت معي ووعدني انه بده يجي يزورنا يعملنا زيارة هون، قال لي وزيارة بدي زور المركز يلي انتو عملي. انا بتشكرك من قلبي عن جد انه كيف سمعت نداءنا هيك ولبيت نداءنا، ميرسي، ربنا يباركك. شو بدي اقول لك؟ شكرا لك. بس كمان قبل ما نختم هلا بنقطع كمان رقم تليفون، بس لكمان نقول مرحبا لهالشباب اللي قاعدين هون كمان. ديانا مساء الخير. هون حدا بيحكي منهم بس لوريس؟ في حدا بيقدر يتواصل معنا منهم بيحكي لتحت؟ خلص اوكي، بس نحن عم نسلم عليكم. لوريس بس بتذكري رقم التليفون. رقم تليفون المركز 07-720-336 او 03-94-8281. نعم، خلينا نختم بفرحة، يعني فرحة الاحتفال إذا فينا نقول بالخبر يلي تلقيناه. هون بدو يغني وعم بزقف العام. شو بدك تغني؟ شو الميجانة كيف بدك تغنيها؟ شو بدك تغني؟ شو كنت عم تقول؟ شو كنت عم تغني؟ عم غني. كنت عم غني بي عنده 3 بنات حلوين من الجمالين لكن في ضرب بعيد ما يلحقش سكربينات. الأولى قامت بالعيطة، الثانية بدها برنيطة، قال له ضحكن يا بي ما معي غير حق الخبزين. شكرا لك. يعني اذا اجواء ما عن جد ديانا ما حتفهموا اجواء الفرحه يلي هلا المركز هون عم بيعيشها، بكي واغاني وفرحه عمت هذا المركز. عن جد نحن كثير مبسوطين كثير بشي. وشكرا مره ثانيه لدوله الامارات، لسعاده السفير باسمي وباسم الاب طبعا وباسم مدام لوريس وباسم كل الموجودين بالمركز. نحن بعد شوي بنشوفكم كمان بحالة إنسانية تانية.
شكرا لك هبه زيدان كمان لانك عم توصلي لنا صوت وعم توصلي لنا المعاناه اللي عم بيعيشها المواطنين عبر شاشه الام تي في. بدي اعيد واشكر كمان دوله الامارات العربيه، كمان بدي اشكر خص بالشكر سعاده السفير حمد الشامسي يلي عودنا دائما على تقديم المساعدات للبنان، وخصوصا الحالات الانسانيه واللي عم بيتابع ام تي في بهيدي اللحظات، يعني بظل المعاناه اليوم بلبنان بضل في ناس خيره، بضل في ناس عينه على لبنان، وبنتمنى يزيدوا اكثر واكثر الخيرين. ننتقل الان لمتابعه تظاهره طالبيه باتجاه ساحه رياض الصلح.